بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا مصطفى السامي مدرب نادي ابناء البوغاز في كرة السلة. البداية ديالي كانت من سنة 1984 كلاعب، وتدرجت في الفئة ديال النادي وتوسط انني احترفت وليت مدرب وليت لاعب في اوروبا، وكنت مساعد مدرب منتخب الوطني. والحب ديالي حق كرة السلة شي حاجة لا توصف، يعني كرة السلة بالنسبة لي هي المتنفس في الحياة، هو اللي كيخليني انني نجي ونشوف الاتحاد ونشوف المجد ونشوف ونتبع النادي ديالنا، فاش كندير خبرة باش نقدر نساعد اللاعبين ديالنا. واش كتبع كرة السلة ولا جميع الرياضة في طنجة؟ لا، انا رياضي كنتبع جميع الرياضات، حق ام الرياضات هي كرة السلة. كرة السلة بالنسبة لهاد الجوائز الوردي كنشوفوه عندك دابا، شكون اللي كرمك شكون اللي جابوك؟ هذا تكريم ديال اتحاد طنجة، كنشكر رئيس اتحاد طنجة على هاد المبادرة الطيبة. علاش؟ لأنه كيحسسك بأنك واحد العضو فعال في المجتمع، بغض النظر على الرياضة، أنك إنسان فعال في المجتمع، باش كنزولوا ديك النظرة النمطية على المعاق، أنه كيتسول أو لا محتاج أو لا كيتسنى العطف. بالعكس، الحمد لله اللاعبين ديالنا في المستوى وعندهم قيمة، وكل اللي عندهم إجازات، وأنا عاوتاني رسام، عملت معارض في المغرب وخارج المغرب، يعني الحمد لله الرياضة خلات تعطينا واحد القيمة، نحسوا براسنا أننا فعالين في المجتمع، باش نبدلوا النظرة ديال المجتمع من اتجاه ديال الشخص المعاق. المجتمع ديالنا وخصوصا المجتمع ديال الشمال هو في الحقيقة حنين في الحقيقة ديال يعني تا ملي كيجي يعمل معاك شي جيست كيعملوه يعني بالحب ديالو، باغي تساعد معاك. أنا ملي خلقت وأنا معاق باش يكون تساوي على تاع المعاق، فلهذا انا عشت مع الاعاقه ديالي، ما كنحسش براسي انا اصلا معاق، لان انا عطيتني البلاد اللي ما عطاش بزاف الناس اللي هما اسوياء. انا عندي رساله ملكيه ديال الشكر في البطوله العربيه في الاردن. شنو السبب اللي خليتكم هذه العزيمه والسمر باش تجبر طريق ناس اخرين بحال انهم كيسعوا وكيتسولوا ولا كيعملوا جماعة الامور؟ شنو العزيمه اللي خلاتك تسول؟ زعما في الحقيقه كنشكر الوالدين ديالي الله يرحمهم بجوج بيهم، لانه ما دخلوني جمعية ضلانة كتعلمك تكون حالك حساوي، كتعلمك تكون راجل ولا تكون عندك قيمة. هكا كنت بقيت مع الوالدين ديالي غيتأسفوا لي، يخليوني قدامهم، ما نخرجش للزنقة عندي يقولوا لي الناس شي هضرة تاع معاق. بالعكس، عشت في الجمعية عطاتني كوراج، عطاتني ثقة في الناس، فيها قريت، فيها تعلمت الرسم، فيها عملت الرياضة. رساله اخيره كتوجه لجمهور طنجه ولا ساكنه طنجه المغرب عامه؟ بالنسبه لجمهور طنجه الحمد لله، هو حنايا في المغرب حنا طنجه هو اللي عندنا الجمهور اكثر من انديه اخرى، واللي كنطلب من الله انهم يتابعونا، كنلعبوا مقابلات هنا في طنجه، كنتمناهم يجيو يشوفونا. اما بالنسبه للمغرب بصفه عامه، كنتمنى جميع المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه في المغرب انهم يتشؤون الرياضه احسن لهم، ما يجلسوا غير في ديورهم، لان ملي كيعمل الرياضه كيحس براسو انه عضو فعال في المجتمع، وانه كيعطي واحد نظره مزيانه على الشخص ذوي الاحتياجات الخاصه. شكرا، الله يوفقك. شكرا لكم وشكرا على هذه المداخله، والله يجازيكم بالخير. تحياتي لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.